النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، one of the serious congenital heart diseases which is the right side outflow obstruction اللي بيبقى presented by one of the most alarming signs for congenital heart disease اللي هي cyanosis. التقسيمة دي هي التقسيمة دي الconclusion اللي احنا استخلصناه من الليتريتشرز اللي بتتكلم في الاناثاليك مانجمنت للرايت سايد اوت فلو اوبستراكشنز. مش هنلاقي التقسيمه دي موجوده في حته، ولكن هي متفرقه، بس الفاينل كونكلوجن بتاعها هو الدايجرام ده، ان احنا عندنا اثنين سب دايركتورز كبار قوي من الرايت سايد اوت فلو والرايت هارت اوت فلو اوبستراكشن فور الاناثاليك مانجمنت. مش هنتكلم على سيرجيكال بلان او تريتمنت بلان، لا، الاناثاليك مانجمنت اثنين سب دايركتور سكور بتعتمد على السورس بتاع البالمونري فلو. هل المين سورس بتاع البالمونري فلو ده ديبندنت على الفورورد فلو ثرو الار في او تي والبالمونري، ولا ديبندنت على السيستميك سيركيليشن؟ تمام. وزي ما بقول، احنا لو بصينا فيهم كده هنلاقي كل واحد كاتيجوري مختلف خالص ومحتاج ديفينيتيف مانجمنت مختلف خالص، ولكن فور اناثيتيك مانجمنت لا، هو اتنين سب دايركتور سكور تحتيهم الديفرنت بقى ايتمز من الاوت فلو اوبستراكتيف ليجنز رايت سايد اوت فلو اوبستراكتيف ليجن. البالمونري ديبند البالمونري فلو ديبندنت على الفورورد فلو دول بيتقسم تحتيها انتاكت سيبتوم، وده يعني سيريس سب تايتل من الجروبس دي كلها هنخليه لوحده، او VSD أو Ventricular Septal Defect، وده اللي هو Including الفلو اللي احنا اتكلمنا عليه مع دكتور حاتم، أو الـ VSDBS. الجزء التاني بقى، الكاتيجوري التاني ده اللي هو الـ Pulmonary أو الـ Right Side Outflow Obstruction اللي Dependent على Systemic Circulation. هو كل الكاتيجوري ده، الكاتيجوري ده عامة بتاع الـ Right Side Outflow Obstructive Lesion، هو بيشير نفس الجراوند، نفس الجراوند في البري اسسمنت، نفس الجراوند في الانترا اوبرتيف مانجمنت انكلودنج البري باي باس او البري كوركشن والبوست كوركشن، نفس الكلام في الكاس لاب. عشان كده احنا ضمناهم كلهم على بعض. احنا زي ما بقول تاني، لو بصينا في الليتريتشر او في التكست بوكس هنلاقيهم حاطين كل واحد لوحده، والكلام بيتعاد فيهم هو، فهم دي ار شيرنج نفس الجراوند، ولكن شويه سبيسيفيستي لكل ايتم. لو جينا نبص على البري اسسمنت، احنا لما بنتكلم على اناثيتك مانجمنت عامه وشال انكلود ثلاثه ايتمز: البري اسسمنت، الانترا اوبرتيف اسسمنت، والبوست. البوست ده بتاعنا بتاع البيدياتريك اي سي، ولكن انت لازم البوست كورس بتاع العيان ده يبقى كابت ان مايند انترا اوبرتيفلي وبري، ايفن حتى لو في ديسيجنز هي غير بالنسبه لك يشال include the post-operative team معاك. تمام؟ طيب الهيستوري او pre-operative assessment بي include الهيستوري investigations laboratory investigations radiological، والهيستوري البيزك خالص هو كل حاجة فيهم ليها مبز. زي ما احنا شايفين كده، هو الage والweight per se هما يعني هيفرقوا كتير قوي في الديفينيتيف مانجمنت بتاع اي ايتم من العيانين دول. العيان ده جاي عنده شهر مثلا، الساتوريشن بتاعه ستينات، غير العيان اللي جاي عنده شهر الساتوريشن بتاعه تمانينات. الاثنين كل واحد فيهم ده اوت فلو اوبستراكتيف ليجن وده اوت فلو اوبستراكتيف ليجن، ولكن ده عايز حاجه تتعمل دلوقتي، وده ممكن نستنى عليه شويه فور بيست فور بيتر اوبشن من السيرجيكال بلان او من المانجمنت. تمام. البيزلاين ساتوريشن بيحكمني جدا، زي ما قلنا دلوقتي هو العيان محتاج حاجه تعيشه دلوقتي، ولا هي كان سرفايف فور ا بيتر اوبشن فور ديفينيتيف مانجمنت. ولو احنا بنتكلم على الفلو، ولو احنا بنتكلم على الفلو وشال انكلود ون اوف ذا امبورتنت سيمتومز اوف الفلو هي السيناتيك سبيلز، والفريكوانسي بتاع السبيلز دي قد ايه، السيفيريتي بتاعتها، وهاو تريف دي بتفرق جدا في الديسيجن بتاع المانجمنت. يعني العيان اللي بيجي له سبيلز مرتين ثلاثه في اليوم غير العيان اللي بيجي له سبيلز مرتين ثلاثه في الاسبوع،
السيفيريتي اللي هو بيدروب داون الساينوزس لغايه ما يلوز كونشس غير اللي هو بيزرق ويوقف الاكزيرشن اللي بيعمله. كل دي حاجات بتفرق انا هاخد ديسيجن بتاعي ازاي. الهيستوري برضو حاجه مهمه نسال عليها في العينين السيانوتيك كلهم وده بقى بانت اكسبتر او فنتريكولار ريسبتر او انتر اتريال سيبتال ديفكت سيريبرو فاسكولار ستروكس. العينين دول ار بروم جدا فور سيريبرو فاسكولار ستروكس وده بارادوكسيكال امبوليزم او من البوليسايسيميا اللي بتبقى عندهم او من الكواجلوباثيك ستيت ممكن العين ده يجيله وده هيموراجيك ستروكس او سكيميك ستروكس. وحتى لو العيان عنده هيستوري في حاجه اولد قديمه احنا لازم ندوكيمنت الكلام ده يعمل سي تي فور بيز لاين بوست اوبراتيف حتى لو العيان ووتيفر بقى جاله ده فاسد جديد قديم العيان مش بيصحى حلو الكلام ده كله لازم يبقى معانا بيز لاين نقدر نحدد على اساسه السيمتومز الجديده اللي طلعت عند العيان دي اوف اولد اوريجن ولا دي حاجه جديده. زي ما بنقول الروتين انفستيجيشنز اللي بنعملها كلها بيبقى ليها سيجنيفيكانس ايفن حتى زي ما احنا شايفين السي بي سي عينين دول البوم مارو بتاعهم البوم مارو البرزنتيشن البوم مارو الاكسبلانيشن بتاعه للساينوزز او الهايبوكسيميا دي انيميا وده الفيرست ريسبونس بتاع البوم مارو. لو احنا فاكرين الايكويشن بتاعت الاكسجين ديليفري الهيموجلوبين كونتنت هو المين كومبوننت بتاع الاكسجين ديليفري فالبوم مارو الريسبونس بتاعه ان هو يحسن الاكسجين ديليفري ان هو يزود الار بي سي سنسز وكتير جدا وبالذات في العيانين القدر عند بتاع الجوش احنا بنلاقي العيان الفالو او العيان السيانوتيك او البالمون اللي عنده بالمونري اوليديميا على سن ال 15 20 سنه الهيموجلوبين بتاعه ممكن يوصل اب تو 20 و 25. والهيماتوكريت دي اكتر حاجه ما كانت بتحدد لي اكتر حاجه احنا بنتعامل على اساسها في وضع العيان ده كانديديت دلوقتي ان هو يخش على سي بي سي دي ولا لا. احنا مش بنأكسبت هيموجلوبين اكتر من هيماتوكريت اكتر من 50 هو سيمبلي يعني هي الهيماتوكريت دي وكان جت من الهيموجلوبين مالتيبلايد باي 3 20 3 20 في 3 60 لا ده كونتر انديشن عنده انترا اوبراتيف هيجي له سيريبرو فاسكولار ستروكس العيان ده الكونسيكونس بقى بتاعه البوليسايسيميا دي بما ان البوم مارو بقى دايركتد للار بي سي سنسيتيف هو هيبقى هيأثر على بقى المايلويد لينج لان عندك اجلوباسيك بليتلتس بتاعته على الترومبوتايتوبانكس بنشوف بليتلتس ارقام ثلاثينات ايدي واربعينات بس يعني من كرم ربنا بتبقى فانكشنال ولكن برضو it is not for cardiac surgery خالص يعني cardiac surgery ده major surgery 30 دي رقم كبير رقم قليل جدا شال انديكيت العيان بيبقى prone for spontaneous hemorrhage وبالذات مع الفول انتي كواجيليشن لا العيان ده محتاج بليتلت ترانسفيوجن. الحاجه الثانيه برضو الباي ان ار او الكواجيليشن بروفايل الكواجيليشن بروفايل زي ما احنا شايفين هنا I meant البليتلتس زي ما قلنا هنا والاي ان ار. الاي ان ار هنا في تريكتين صغيرين. الاي ان ار ده ممكن يطلع فعلا بلد والعيان ده فعلا كاجلوباسيك والاي ان ار بتاعه عالي جدا عشان السيناتيك ليفر اللي بيقلل السنسز بتاع كاجليشن فاكتورز ومع الهيموجلوبين العالي ده والهيماتوكريت اللي فوق ال 50 احنا بناخد فولس بوزيتيف ريسبس. فاحنا لو الهيماتوكريت بتاعنا فوق ال 50 احنا بنقول المعمل اللي بعت لي الكوركتد فاليو يعني بيتهيألي دي شفناها كتير العيان يبقى الهيموجلوبين بتاعه 18 20 واللاي لاين النار بتاعه شوتنج 3.5 و5 وارقام كده اكشوال الارقام دي مش بتبقى صح ممكن تبقى صح فاحنا بنقول المعمل اللي بعت لي الكوركتد فاليو ولكن احنا عندنا بما ان احنا في كاردياك سنتر احنا ممكن نعمل حاجه تانية اسرع مش هتبقى يعني سبستيتيوشن للاي ان ار ولكن هي هترفلكت الكابليشن هي الاي سي تي. لو شكيت في الاي ان ار انا بقول المعمل ابعت لي كوركتد فاليو وانا بسرعه بعمل اي سي تي. لو كده كده العيان طبعا طلع الاي ان ار بتاعه عالي احنا بننقل البلازما فريش فروزن بلازما قبل ما نقفل. عينين دول وبالذات الادلتس زي ما احنا بنقول هو المشاكل دي بتبقى موجوده مع اللونج ستاندنج مع اللونج ستاندنج سينوتيك هارت ديزيز. عينين الادلتس دول بيبقوا مليانين كولاترالز حتى مع الفتح بيبقى البليدنج فيهم جدا فاحنا ممكن فعلا نضطر ننقل فريش فروزن بلازما وبليتلتس عشان نحسن الكارديشن بروفايل ايفن حتى قبل ما نخش على البايبوس وقبل ما نفتح. الاي سي جي مش هيورينا حاجه دفنت تفرق معانا قوي في المانجمنت ولكن هنشوف فيه المانيفستيشنز بتاعت الرايت سايد هايبرتوفي والرايت سايد سترين
رايت اكسس ديفيشن دي بالمونال الكلام ده كله. الشاست اكس راي برضو نفس الكلام، ولكن هي برضو هتدينا كونكلوجن لو احنا مش بنعمل السي تي، ولكن السي تي هو هنا مش رفاهيه، السي تي هنا مش رفاهيه خالص. السي تي هيدينا معلومات كتير جدا احنا محتاجينها في العيانين بتوع الرايت سايد اوت فلو اوبستراكشن، مش بس الفالو. لو بنتكلم على الفالو لا، احنا عايزين نشوف الاناتومي ده عامل ازاي، الليفل بتاع الاوبستراكشن ممكن يكون مالتي ليفل، مش بس ار في او تي اوبستراكشن، الفالف والسوبرا فالفولر، في ديستال اوبستراكشن ولا لا على البرانشز بتاعت الار دي اي والان دي اي. من الحاجات المهمه جدا الكرونري ديستريبيوشن، دي حاجه مهمه جدا في عيان الفالو، هو في كرونريز ميجر كرونريز معديه من قدام الار في او تي ولا لا. ال ال اي دي ذات نفسه ممكن يعدي من قدام الار في او تي، ودي هيبقى ليها امبليكيشن في السيرجيكال كوركشن زي ما شفنا مع الدكتور. الفالو نفسه، احنا نمسك حاجه حلوه. الفالو نفسه ممكن يبقى بريزنتد بوان اوف تو فورمز، يا اما فالو بالمونر ستينوزس او فالو ابسنت. والصراحه يعني هما في الاخر العيان هيبقى ازرق او بستريس. تيبيكال فالو وفالو بالمونر ستينوزس، وده ما بيتولدش ازرق لان زي ما قلنا مع دكتور حكيم، فالو سب فالفولر اوبستراكشن، اللي عنده سب فالفولر اوبستراكشن ممكن يطول الطفل طبعا، ولو ما حدش سمع سره هو ما بيزرقش لغايه ما يجي له انفكشن او وات ايفر ايه بريسيبيتيتنج فاكتور، ويروح يسيك ميديكال ادفايس نكتشف بالصدفه ان الولد ده فالوه قبل الثلاث اربع شهور. الفاريانت الثاني اللي هو الفالوه ابسنت بالمونري فالو، وده ممكن يجي باي حاجه، ايفن حتى ميبي بريزنتد بكونجستيف لونج سيبت، يعني فالوه احمر خالص جاي كونجست، نكتشف ان ده فالو ابسنت بالمونري فالف، وممكن يتولد ديستريس انترا تراي. البالمونريز دي بتبقى فيري دايليتد وايفن تو كومبرس البرونكو، ويتولد ديستريس ازرق او مش ازرق على حسب. فده الفالو ابسنت بالمونري فالف البرزنتيشن سبيكترم بتاعه فيري وايد. برضه نفس الكلام، هو السيرجيكال بلانز دي هو دكتور حاتم موفق وكفى فيها لكل الرايت سايد اوت فلو اوبستراكتيف ريجنز، ولكن احنا هنقول حاجه بسيطه ان هي كوركتيف او بالياتيف، هو ده الاناتوميك مانجمنت او الاناتوميك بلانز اللي احنا هنقولها في كوركتيف او بالياتيف. في كوركتيف او بالياتيف ايه الكونسيرنز اللي تهمنا فيهم هم ده، مش هقول التكنيك ولا الكلام ده كله خالص، ولكن احنا فور ديفينيتيف كوركتيف مانجمنت في الفالو احنا بيبقى همنا حاجتين، نقفل الـ VSD بيبقى well secure، ونريليف الـ RVOT obstruction عشان نحسن الـ pulmonary flow، وندروب الـ RV pressure down to certain limit. certain limit ده بقى هو اللي هنتكلم هنعمل ايه بالظبط؟ هي دي قصة كبيرة، يعني أنا هعمل total correction وهعمل forward flow across الـ native RVOT والـ pulmonary valve، ولا هعمل كوندوي ولا ولا ولا، ده على اساس حاجات كتير قوي مع محاضره الدكتور حاتم عشان ما نضيعش فيها وقت. طيب انترا اوبرتيف، احنا لما بنتكلم انترا اوبرتيف احنا بيبقى عندنا شقين مهمين، او يعني تو ديفينيت ستيجز، قبل الكوركشن وهو العيان ده فيه الباثولوجي، وبعد الكوركشن بعد ما اتصلح وات ايفر انا عملت له ايه، ولكن ده باثوفيسيولوجي وده باثوفيسيولوجي مختلف. زي ما كنا بنقول احنا مقسمين اتنين كاتيجوريز كبار في الاول بتاع في اول السلايدز خالص، هو العيان ده اللي عنده رايت فلو رايت اوت فلو اوبستراكتيف ليجنز، البالمونري فلو بتاعه ديبندنت على الفورورد فلو ولا على السيستميك فلو. اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي ديبندنت على الفورورد فلو اللي هو الفالو او ال في اس دي بي اس، تمام كده؟ طيب انا هبقى عايز اعمل ايه؟ انا هبقى عايز امنتين الفورورد فلو ده، انا هبقى عايزه امنتين الفورورد فلو از ماتش از اي كان، ولكن اندر انستيزيا انا عندي اثنين اوبستكلز بيضايقوني ان انا منتين البالانس ده. ايه بقى؟ رقم واحد على السيستميك فاسكولار ريزيستنس، ورقم اثنين على البالمونري فاسكولار ريزيستنس. كل الاناثيتكس بتاعتي كل الاناثيتكس اكسبت فور سامز، يعني اللي انا مش هعرف امنتين بيهم انستيزيا، هي بتدروب سيستميك فاسكولار ريزيستنس، تمام؟
رقم اتنين بقى على الترمومتر، احنا في الطبيعي واحنا بنتنفس السبونتينيوس بريدنج ده نيجاتيف بريشر، انا during the inspiration بزود النيجاتيفيتي بتاعت الانتراثراسيك بريشر، بسحب هواء بالبريشر ديفرنس بزود النيجاتيفيتي بتاعت الانتراثراسيك بريشر، والاكسبيريشن كده كده في الاثنين بالالاستيك ريكوير. انما والعيان نايم واخد مصر ريلاكسن نقصت في بريشر فنتليشن. طيب انا كده البنج او الاناثيزيا عكست لي كل اللي انا عايزه، انا عايز اخلي السيستميك فاسكولار ريزيستنس ايفن حتى لو انا الفلو بتاعي مش ديبندنت على السيستميك بلود فلو، لا انا ديبندنت على الفورورد فلو، انا عايز اخلي السيستميك فاسكولار ريزيستنس اعلى من الهرمونال فاسكولار ريزيستنس عشان اقلل الشنتنج وانهانس ايه الفورورد فلو. طيب ده الاناثيتيك جول، ده الاناثيتيك جول، انا هعمل ايه عشان احقق القصه دي؟ في الفلو، في العيان بتاع الفلو او الفي اس دي بي اس، الفنتيلاتوري بارامترز بتاعتي انا هبقى towards ان انا اقلل البولمونري فاسكولار ريزيستنس او ان انا ما اعليش البولمونري فاسكولار ريزيستنس حتى على البوست بريشر فنتيليشن. ازاي؟ اقلل ايفن حتى انا مش محتاج زيرو بي، تمام؟ لو تايدر فوليوم وهعوضها في الريل عشان اتشيف نفس المينيت فنتيليشن. وسيستميك فاسكولار ريزيستنس طلع فيها براحتك بقى، زود البريلود دي مهمه جدا، وزود السيستميك فاسكولار ريزيستنس استعمال فازوبريسورس. الايديال في الفلو عشان العيال الصغيره دول بيبقى عندهم اماتيور سمباثيتك ريسبتورز اللي هي البيتا ريسبتورز والالفا ريسبتورز، النور ادرينالين هو بيلوس الاكتيفيتي شويه. الايديال في العيانين بتوع الفلو الفينال الفا، تمام؟ موجود حلو خير وبركه، سلكتد الفا، سلكتد الفا 1، مش موجود خلاص نور ادرينالين الامر. الكونتراكتيليتي انا مش هبقى عايز ازود الكونتراكتيليتي، دي حاجه مش في ايديا قوي، ولكن هو الريزم والكونتراكتيليتي هما ماشيين هاند ان هاند، ده ريفلكشن للسمباثيتك اوفر فلو، هما ريفلكشن للسمباثيتك اوفر فلو، فلما بيزيد الهارت ريت بتزيد الكونتراكتيليتي، لو زاد الهارت ريت انا خلاص هو الكونتراكتيليتي اوتوماتيك، تمام؟ لكن عيب الكونتراكتيليتي بقى في العين العامه عندهم سبلبلر اوبستراكشن ان هي هتزود الاوت فلو اوبستراكشن، فانت وانس انك لقيت الهارت ريت زاد وده ريفلكشن ان الكونتراكتيليتي زاد، تبدا تدور بقى عشان العين ما يخشش في ستيلز، وده اللي هنشوفه بعد كده. اوحش حاجه قبل ما نخش على المكنه وقبل التصليح، قبل ما اصلح الفلو او العيان بتاع البي اس دي بي اس، السيناتيك سبيل. السيناتيك سبيل السيناتيك سبيل دي فجاه العيان داخل ببيز لاين ساتوريشن 80 والعيان ستادي وما فيهوش اي مشاكل بدون اي مقدمات، العيان بقى تاكي كارديك، الساتوريشن بقى 60 40 30. طيب اول حاجه انت هتعملها ايه؟ هو الجراح لازم يعمل، هو الجراح في الفيلد مش لازم يشوف الدم ازرق، فهو لازم يبقى نوتيفايد الجراح او الاوبريتور. يعني احنا بنتكلم ده فاريانت كبير جدا في المانجمنت، انا عادي ممكن بكون بستنت ار دي او تي في الاستار، لا انا عندي مشكله نوتيفاي السيرجن او الاوبريتور انا عندي مشكله. طيب هبدا اتصرف ازاي؟ طيب احنا بنتكلم في الكاتيجوري اللي البالمونري فلو بتاعه ديبندنت على الفورورد فلو، ف الاف اي او 2 ده فاريانت مهم جدا او فاكتور مهم جدا في البالمونري فاسكولار ريزيستنس، موست بوتن بالمونري فاسكولار ريزيستنس ما بقصش، تمام؟ زود الاكسجين خلاص، مثلا عين ساتوريشن بتاعه دلوقتي 30 20 وطير داون تو زيرو، احنا بنشوف الارقام دي، تمام؟ زود الاكسجين، زود الاكسجين عشان تقلل الشنطه، تمام؟ يبقى كل الدم اللي بيوصل في اتليست البي او 2 عاليه عشان تعوض فرق الفلو اللي قل، تمام؟ 100% اكسجين. وريفايز الفنتيليشن لازم، يعني هو ممكن يكون في حاجه غلط في الفنتيليشن، يعني مش لازم تبقى سبيل، ده الهايبو فنتيليشن نفسه ممكن يبريسبتيت سبيل، فريفايز الفنتيليشن اول ما يحصل مشكله في الساتوريشن ريفايز الفنتيليشن 100% اكسجين وريفايز الفنتيليشن. رقم اثنين بازو بريسرز، وزي ما قلنا الموست بوتن والايديال فور عينين الفلو والفينال اف، تمام؟ فلودز طبعا، هو انت مش لازم تمشي بالترتيب كده، هو الثلاثه مع بعض بالذات لو انت معاك حد بيساعدك، الثلاثه مع بعض
ميبي نيد، انا مش لازم ستيب ما نفعتش. طب لا، وانا عندي دلوقتي محتاج الثلاثه مع بعض. خلصت كل ده؟ طيب تشيك بقى الدرس بتاع الانسيك. طبعا ممكن ما يبقاش عن حاسس انافيزيا انالجيزيا، بس دول لازم تعملهم وبعد كده تدور. الاي بي جي طبعا يعني اتز اسينشال، حتى لو العيان اتصلح ان الكونسيكونس بتاعت القصه دي هي اكيد هتعمل شويه ديرينجمنت في الاي بي جي. فيعني بعد ما نخلص القصه دي معانا ايفن حتى السكريشن بتاعه دلوقتي تمانينات رجع للبيز لاين. لا شوف بقى انا عملت ايه، ممكن يكون عنده شويه الكترولايت امبالانس، ممكن يكون عنده شويه ميتابوليك اسيدوزز، هم اللي لخبطوا القصه دي كلها. صلح كل حاجه في الاي بي جي ممكن تتصلح. ما ينفعش كل ده، ما ينفعش بروبرانولو اندرول. تمام، احنا ما بنحبسش الاندرول قوي يعني، بنخليه اخر حاجه خالص، ولكن اتس تول لو اف افري اذر ثينج. تمام، ما ينفعش. لا هو الجراح على فكره معانا، وممكن يبارشل كلامب الاورطة او يبارشل كومبريس الاورطة، ودي هتقلل الشنتنج ثرو الفي اس دي وهتنهانس الفورورد فلو ثرو البرمونت. يعني بما اننا بنتكلم على كل الفاريانتس، احنا لازم نتكلم عن الفاريانت بتاع بري اوبرتيفلي او قبل الكوركشن في الفاريانت بتاع الابسن بالمونري فالف. الابسن بالمونري فالف ده ممكن يبريزنت زي ما قلنا نيوميست، هو يعني اتولد بستريس مع انه احمر بس بستريس وعنده بالمونري فلو، عامل له كونجشن ايفن حتى البالمونريز ممكن يبقوا هيوجلي دايليتد تو كومبريس البرونكاي، وممكن حتى لو اتساب شهر واتنين يجي بالبرونكو ماليشيا كمان. عشان كده العيانين دول العكس بقى تماما، هو محتاج هاي ليف ومحتاج الفنتلاتوري بارامترز اللي تقلل البولمونري فلو. تمام، البروبوزيشن ده او ممكن نرجع له، ان يعني الانافيزيا الولد ده بيبقى معتمد على ايه او البيبي ده بيبقى معتمد على ايه؟ معتمد على الفاسكولار تون والبرونكيال تون. الانافيزيا بتسبرس كل ده، يعني ممكن الولد يبقى اول ستريسد وبينام فلات ماسك نفسه، اول ما ينام على الترابيزه فلات وياخد الاناثيتك والمصل الاي بي اناثيتك والمصل ريلاكسد يلوز التون. ساعتها الفنتليشن مش هيبقى حلو نهائي خالص، انت بتدي بوستر بريشر فنتليشن اه، ولكن البالمر فلو العنيف ده مع الفاسكر مع التراكيال تون بتاعه التراكيال لوس بتاعت البرونكاي دي لوس، فهضطر اقلبه برو. التي يجي بقى عليه كلام، هو اه ممكن الكومبريس الليفت مين برونكس ولكن تحطه ولا ما تحطوش على حسب انا محتاجه قد ايه. ريسك فيرسس بنفيت. الفاليو بتاعت التي بقى هي سلايد واحدة فيها كل الكلام، هما دول التلاتة فيوز اللي احنا بيهمونا قوي. الار في انفلو اوت، ار في انفلو اوت فلو من الاسوفيجير وميد اوسوفيجيال لونج اكسس والارش شورت اكسس، دول بنجيب من عليهم كل حاجه. هما الثلاثه كومبوننت الاربعه كومبوننتس بتوع الفلو. اه الفور تشامبر مهمه جدا وكل حاجه، ولكن انا عشان اخد انفورماتيف داتا انا محتاج الثلاثه فيوز دول، بريممبرنس في اس دي تمام، والاوت فلو هيقول لي عامل ازاي، الاوفر رايدنج قد ايه، والشنتنج بتاع الفي اس دي، شكل البالمونري فالف عامل ازاي، ومن هنا اقدر اخد سبكترال دوبلر اكزامينشن واطلع الجريدينت. الجريدينت مهم عشان بيز لاين عشان اعرف اساس عليه، ولكن واحنا بعد الكوركشن انا بيبقى بيهمني اكتر من صلحنا. انا عايز اخرج من على الباوس، عايز القلب يبقى كمبيوتر على الوضع الجديد. المفروض ان انا مور لس بلاقيه بني ادم طويل، عندي بالانس فنتركلز كيو بي كيو اس المفروض انها واحد. تمام، انا عملت ايه في الطبق؟ المفروض لو انا ستريت فورورد كوركشن انا قفلت الفي اس دي وعملت ريليف للار في او تي اوبستراكشن. ما انا خارج هتشيك ايه الفي اس دي ده عليه ريزيدوال ولا لا، والار في ده عامل ازاي. البوينتس اوف كونتروفيرسي هنا
هستخدم المتروس ولا لا. طيب زمان مش زمان قوي يعني كانوا بيقولوا ان الار في ده بتاع الفالوب هو محتاج المتروس وبالذات بعد الكلامب ومعهم حق الاسكيميا بتسوبر امبوز الار في ديسفانكشن وعشان كده القلب ده محتاج المتروس او الراتشر ده محتاج المتروس. طيب الكلام ان القلب ده مشكلته دايستوليك ديسفانكشن القلب ده فيري ستيف والنوتروبس هتزود الاستيفنس ده او هتزود الدايستوليك ديسفانكشن طب استخدم ولا ما استخدمش. فاينلي براكتيكال الليتريتشر الجديده بتقول ايه؟ انا هليمت النوتروبس لسيرتن كونديشنز انا عملت فنتريكولوتومي او فنتريكولوستومي ولا لا الكلامب او الاسكانف تايم ماشي على الكلام القديم كان قد ايه عدينا 60 دقيقه ولا لا ولو هستخدم انوتروبس يستحسن استخدم انوتروبس ليها انودايليتر افكت عشان البلمونري فاسكليتشر هتواجه فلو جديد هي ما كانتش متعوده عليه فانا محتاج حاجه تبقى بلمونري فازودايليتر سو تراي از ماتش از يو كان انك تستخدم حاجه مور سيلكتيف على البلمونري فاسكولار ريزيستنس rather than ان هي تبقى diffusely acting على systemic pulmonary والمدرينون عشان ما نطولش كتير. تمام؟ تاني حاجة مشكلة او تاني مشكلة بتقابلنا في الخروج او في الويننج بتاع العيانين الفالوب الصورة دي برضو من انتاج مصنع ولكن مش انتاج مبهر. طيب دي اوضة تاني؟ والله مين اللي يسأل سارة؟ ومصر مش عارف بس انا مش فاكر يعني هي الصورة دي انا جايبها احنا بنقول كل الحقيقة احنا ما بنخبيش حاجة على حد. الجنكشنال اكتوبيك تاكي كارد one of the abnormal rhythms or one of the tachy arrhythmias which are commonly facing commonly I mean كلمة commonly في عينين الفالوب especially long standing كل ما بتزيد السيفيريتي او الار في او تي اوبستراكشن كل ما بيزيد اللونجيفيتي كل ما بيطول كل ما الفلو ده بيبقى لونج ستاندنج كل ما بيزيد الانسيدنس بتاع الجنكشنال اكتوبيك تاكي كارد. طب هي رخمه في ايه؟ يعني هو كل التاكي اريزميا رخمه في ايه؟ مش كل التاكي اريزميا رخمه هي هيموداينامكالي سيجنفيكانت ولا لا؟ هيموداينامكالي سيجنفيكانت خلاص هي يعني هتودي العام في سكه ثانيه خالص. طب هو حتى لو مش هيموداينامكالي سيجنفيكانت انا بتضايق منها ليه؟ لانها ايفنشوالي هل عندي هيموداينامكالي سيجنفيكانت؟ هيموداينامكالي سيجنفيكانت في ايه بقى؟ هتقلل فيلنج بريشر او هتقلل فيلنج تايم هتقلل الفيلنج بريشر ده لو هي سيجنفيكانت من الاول فالمانجمنت بتاعي لازم يبقى اجريس زي المانجمنت بتاع اي تاكي اريزم. طب لو هي مش سيجنفيكانت انا هبدا معاها بالراحه بس هشلتر من ايه؟ از ماتش از اي كان هشلتر من ايه؟ الجنكشنال اكتوبيك تاكي كارديا دي هي بتبقى فوكس نير الاي في نود وبتاخد الاوبر هاند زي عاده كهربه القلب كلها الاسرع للاوبر هاند تمام؟ فايرنج بتاع الاس اي نود ماكسيمم ما بيعديش ال 160 في الاطفال دي تمام؟ وانس انها عدت ال 160 هي هتاخد الاوبر هاند عيبها بقى ايه؟ ان الاتريا والفنتركل بيلوز السنكرونايزيشن فوان اوف ذا ايرلي مانجمنت اللي انا بعمله وانس ان انا خلاص لقيتها انا عندي مشكله حتى لو الداينامكس دلوقتي كويس انا عندي مشكله انا بحاول اكونتنسير الحاجات الوحشه اللي هتعملها الجنكشنال اكتوبيك تاكي كارد اولهم السنكرونايزيشن ده لوزنج الاتريال كيك في العيال الصغيره دي مش حاجه حلوه فانا بحاول اوفر درايف هي 160 انا هطلع لها 170 بالاتريال بيسنج واستفيد من الاتريال كيك وشويه وهي هتفول الاتري هتسكت لوحدها. هي ايه اللي بريسيبيتيتنج الجت؟ والله هي ممكن اصلا يكون السيرجيكال تكنيك ممكن تكون السيرجيكال تكنيك which is the most common ممكن يكون السيرجيكال تكنيك فعلا ال VSD patch مع ال RVOT resection مع الكلام ده كله اه سيرجيكال تكنيك مفيش دور على الالكترولايتس هي كل الارزمياز لازم تدور على الالكترولايتس ده شويه الاسيدوز مش عارف ايه mostly برضو انت مش هتلاقي حاجه ده surgical technique تمام ولكن برضو even حتى لو surgical technique it will subside خلاص اه it will subside overdrive pacing
من الحاجات اللي بتنفع دي. ما نفعش للاسف، للاسف يعني الاميدالون، والاميدالون مش احسن حاجه يعني في الاطفال دول بالذات الاميدالون. والغالبا يعني هو هيمشي عليه فورايل لغايه اما اعرف اشفت من البارنترال للاورال 5 ملي جرام بير كي جي لودنج، وبعد كده 5 مايك بير كي جي. انا بس عايز اوصل حته، هي الجد دي ممكن تودينا لفين؟ هي الجد دي ممكن تخلينا الهيمودايناميك ديستربنس بتاعها نوصل بان احنا نحتاج كارديو بلمونري بايباس. يعني ممكن اوصل اب تو، لا يا جماعه هي دلوقتي بقت سيجنيفيكانت ونون ترمينيتنج لدرجه ان انا محتاج كارديو بلمونري بايباس. خش على المكنه لغايه ما تسبسايد كولينج واستنى لغايه ما تسبسايد. تمام؟ An example of residual PS across the pulmonary vein. أنا بس كان في حتة في الـ RV. أنا بس افتكرتها لما شفت الـ T image بتاعت الـ pulmonary outflow. طيب أنا زي ما قلنا أنا ما بيهمنيش الـ gradient قوي قد ما بيهمني الـ RV pressure وصل لكام. يعني ideal انا نفسي اطلع بـ RV pressure 30 على 5، بس actually ده عمره ما هيحصل. طيب half systemic يا ريت. طيب 2/3 systemic حلو، 3/4 كمان. طب انت يعني حلها سهل ما تقص البرمونة، لا هو اللي كل اللي انا بعمله ده عشان ما اوصلش لمرحله الفنتريكولوستومي او الترانس انيلر باتش كمان، بس انا شويه شويه ببدا اسكريفاي. يعني ايه؟ احنا باي ذا واي بنعرف الار في بريشر ازاي؟ احنا لازم نقيس دايركت، ما بنعتمدش على التي ار، لان ده ديسيجن مهم جدا. انا هعمل ايه في العيان؟ انا جيت السيناريوز انا خلاص صلحت كامينج اوف باي باس سيستميك بريشر 90 الار في بريشر 80. لا هو انا محتاج اعمل حاجه، فمش هعتمد على تي ار جيت واقيس منه تي ار في ماكس واحط عليه الار في بريشر. لا انا عايز اعرف اكشولي فعلا الار في بريشر كام، فانا بقيسه بدايركت مانومتر. هنحط ابره في الار في ونوصلها على الترانسديوسر بتاعنا، ناخد سيمالتينيس اورطه كام، اورطه حتى في الاورطه وار في بريشر كام. تمام؟ فانا ببدا شويه شويه اسكريفاي. يعني انا ايه الورست نايت مير؟ انا مش عايز اخرج العيان في فري بي اور، مش عايز اعمل ترانس انيلر باتش. طب الخطوه اللي قبليها ايه؟ الفنتريكولوستومي والار في او تي باتش. مش احسن حاجه ولكن حاجه احسن من حاجه. تمام؟ الار في بريشر زي ما بنقول الماكسيم اللي انا اكسبت ثلاث ارباع سيستمك 90 70 ايدل المفروض يبقى 90 60 طلع 70 خلاص نشيل حاجه، بس مش 80 لا 90 60. تمام؟ الفاريانت الثاني البولمونري ستينوزز اللي هو معاه انتكت سبتم اما معهوش انتكت سبتم، اما هو في في اس دي وما معهوش انتكت سبتم، هو ده زيه زي الفرق خلاص. طيب مع انتكت سبتم بولمونري ستينوزز ومع انتكت سبتم ريجاردد بقى طبعا الكوز بتاعته فالفلر او سب فالفلر او سوبرا فالفلر يجي باي حاجه. الحاجه المهمه I need to check في العيانين بتوع البولمونري ستينوزز سبيشالي ده سيفير 1 هو بيفولو نفس الكلام. انا لازم الهيستوري، العيان ده بيبقى بريزنتد بدري شويه بفولو نفس الكلام في الهيستوري، هو العيان قد ايه والساتوريشن بتاعه كام عشان اشوف انا هعمل له. ولكن كل ما بتزيد السيفيريتي بتاع البولمونري ستينوزز اي نيد تو تشيك هو الار في بريشر ده فتح الساينوسويد ولا لا. ليه؟ عشان ار في ديبندنت كرامر سيتويشن. وذيس از ذا ورست نايت مير في عيانين البولمونري ستينوزز انت بتسبته. pulmonary stenosis او pulmonary atresia كمان، يعني pulmonary atresia لا خلاص هو كده عندنا مشكله.
ولكن it may happen في pulmonary stenosis أو according to the pulmonary pressure. كل ما pulmonary pressure يعلى كل ما عنده liability أكتر إن هو يفتح السينوسويدز ويعمل لي RV dependent pulmonary circulation. مش معنى كلمة إنه فتح سينوسويدز فـ it's an RV dependent pulmonary circulation. RV dependent pulmonary circulation ليها criteria. يدينا عليها debate how many chromeries ولازم الكرومري يبقى اتلتيك الاوستيان بتاعه او الفو ما فيهوش فورورد فلو او يبقى اتلتيك او يبقى الكورس بتاعه discontinued at some point. One or two chromeries هيجيب عليها مشكلة RCA مع LAD مع LCX واحد منهم او الاثنين لا يعني هي ليها عليها ديبيت كتير ولكن most of the literature بتقول ان هو once في كرومري affected it's an already dependent chromery circulation. Pulmonary stenosis and the cell. According to the gradient of that, according to the severity. Mostly, يعني احنا يعني بنجرب الليست انفيزف. يعني almost يعني مش أقل من 80% من العيانين بتوع pulmonary stenosis intact septum وما candidates for balloon valvoplasty. Even حتى لو الobstruction بتاعهم subvalvary. حتى كمان احنا في القسطرة بقينا نجرب الترايل اوف ار دي او تي ستانتين وتقبل بقى لغايه اما العيان بقى ياخد الترايل بتاعته في الجراحه او كان سرفايف تو كاتش اب ويت احسن من كده ويبقى كانديديت فور توتال في الاسطوره كل الحاجات دي ورد كل الكومبليكيشنز دي ورد ولكن ده البلاك سايد انجري لاي حاجه بالمونري نفسه الرابشر الكاسبر نفسه اتعور لكن براكتيكالي سبيكينج بقى اللي بنشوفه يعني لازم يحصل بريفيوجن ريتش عندك الانجريدينت بتاعه 100 120 90 80 اي مكان يخرج بريفيوجن 30 وده الاي اللي احنا ايمن احنا نخرج بريفيوجن 30 35 ماكسيمم 40 او نضرب الجريدينت اقل من النص الان هيصفى من البريفيوجن ريتش فاحنا بنبقى كيبنج ان مايند ان احنا نزود نعكس بقى يعني قبل احنا كنا بنبقى عاملين حسابنا ان احنا نبقى towards ان احنا نقلل الventilatory parameters او نenhance the pulmonary flow على اساس ان احنا هنقلل pulmonary vascular resistance once dilated once عملنا البالون dilatation الان هيبدا يبقى flow good ف mostly يعني مش هنقول prophylactic ولكن هو مش prophylactic هو اكشن العيان بقى congested دلوقتي ومش متعود pulmonary vascular resistance عاليه مش متعود على الفلو دي او diuresis at least في اول 24 ساعة مهمة جدا عشان عيان ده يمنتين البالانس بتاع البالمر الفلو الجديد. سيادة بيسر ده حتى لو العيان مش ازرق يعني لو عنده بي اس عادي فانا متوقع انت كسبتم فانا متوقع ان في بي كي اس بتاعته طول عمرها واحد حتى لو عنده سيفير ستينوزس لو مش ازرق لو ما عندوش اي اس دي بيعكس الشنط يعني فبرضه العيان ده هيعاني من البرفيوجن انجري والله يعني هي عليها كلام دكتورة سوا ان يعني برضو في عينين من دول بنشوفهم بيبقى عندهم فعلا اي اس دي وعندهم تراكاسبيد ريجرجا محترم والكيو بي كيو اس ما بتبقاش واحد اللي بيبقى واحد ده ده انا بنعكس ده بقى اللي ببدا اشك هو ار في ديبندنت كرونري سيركيليشن ولا لا ولا عنده ساينوسايدز ولا لا لكن وانس ان العيان بقى كاندلت هو موست اوف ذا بيشنت بنشوفهم يعني اتليست بيدروب الساتوريشن على الروم اير داون تو 90 92 وبالوقت بيبدا يفك خلاص بتبقى البلمونري فاسكولار او البلمونري فيد بيبقى اتعود على الفلو الجديد بعد 24 ساعه فاهم وهنا انا من وجهه نظر بس انا جايب الاكزامبل ده هي ساينوسويدز بس مش ار في ديبندنت كرومري سيركيليشن في فورورد فلو في فورورد فلو فمش اي ساينوسايدز كده ار في ديبندنت كرومري سيركيليشن بس كل عيانين بتوع سيفير بي اس سبيشال لو ما فيهوش تي ار انت اكسبتم هو لازم يتحقن لازم ياخد حقنه ار في نو عشان دي هتفرق زي ما بنقول جاز ذا ورست نايت مير وخلاص العيان ده اتحكم عليه حتى عنده ستيت الهارت بس هو موستلي ساعتها القرار بيبقى صعب جدا هتعيش في سكه السنجل انفكشن مش هدي كومبريس الار في انا هكونفي الفينس سبرم بتاعها القانون على طول الموست اوف ذا تايم وذيس از ذا سيفست ديسيجن طيب
وكل العيانين زي ما دكتور حكم قال، وكل العيانين بتوع الفالوب لازم يبقوا كانديديت فور الكوركشن من اول مره. الشرط ممكن يبقوا ستيج، وهل كل العيانين بتوع البي اس هيخش يتصلح من اول مره؟ برضه مش شرط. طيب هل انا هسيبه لغايه ما يتصلح؟ يعني انا هقول له خلاص انت ما ينفعش تتصلح دلوقتي، بس يعني تعالى لي كمان شويه مش هعمل لك حاجه. وانا الساتوريشن بتاعي 60، انا دلوقتي الساتوريشن انا عايز اعيش. طب ما دي مشكله. طيب هل اللي انا هعمله لك ده هيبقى ديفينيتيف؟ خلاص انت انا حكمت عليك بما ان انا هعمل لك فاريشن اتس ديفينيتيف فور لايف، خلاص انا مش هعمل لك توتال كوركشن. لا، مع كلمه بالياتيف شنتنج ده اثني بيه خلاص ان انا ممكن اعمل هو هيمشي في سكه سنجل فنتريكل، او يعني ده فاينل سيرجيكال ديسيجن فور لايف، او اتس سبورت اوف ستيجنج من ستيجد بروسيجرز. تمام؟ وده الكل. يعني انا ليه بعمل الباليتيف شنتنج؟ ديفنت حاجه من الاثنين، هو انا مش تاني، يا اما العيان دلوقتي فعلا الساتوريشن بتاعه مش هيستحمل ان انا يستنى بعد كده حتى لو في الكوركتيف سيرجري، يا اما اصلا هو مش في الكوركتيف سيرجري بس البالمر فلو بتاعه دلوقتي ما هيعيشوش. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هو البالمر بتاعته مش سايزبل انف فور كوركشن. انا هكونفي سيستميك بريشر او البالمر بريشر. البالمر انا ما عنديش بالمر فلو دلوقتي، ما عنديش سفشن بالمر فلو، يا هاخده من السيستميك سيركيليشن يا هاخده من فينوس شكل، يا اورتو بالمونري او سيستميك تو بالمونري كيبو بالمونري. والاثنين زي ما بنقول هما مش لازم يبقوا ديفينيتيف مانجر. يعني حتى لو انا عملت بلين هو مش معناه انه ماشي في سكه سنجل مانجر، بالعكس يعني نظره موسعه شويه. هو انا ممكن اعمل الجلان، انا تقريبا انا بعمل الاورتو بالمون دي لو انا ما ينفعش اعمل حتى الجلان دي، يعني لو مش هيكمل بيها. تمام؟ انا هبدا بهنا الاول سريعا برضه كده. الكيبو بالمونري او بنعمل اس بي سي تو بالمونري، اس بي سي تو بالمونري. لو البالمونري سايزبل وحلوين، فاللي انا بعمله هنا انا باخد الفينس بريشر بتاع الاس بي سي بتاع النص اللي فوق ده احطه على البالمونري، والفلو هنا هيبقى ديبندنت على الفينس بريشر الفلو في البالمونري او سجست. عشان كده العين اللي انا خلاص انا هعمل له بلين اوكي هو بالمونري شانتنج، والعين ده لازم ابقى انا شور ان البالمون مين بالمونري ارتري بريشر بتاعه مش اعلى من الفينس بريشر مين اوف 16 17، لازم العين ده لازم يتوصل. تمام؟ موست اوف ذا كيسز يعني انا لازم ابقى شور ان البالمونري ارتري بريشر قبل ما اعمل البلان اراوند المين 17. وعليه انا عشان احسن الفلو، هو الفلو في الجلان وبالتالي الفلو في البالمونري اللي هيديني الساتوريشن هيبقى ديبندنت على البريشر ديفرنس بين الفينس بريشر والبالمونري بريشر، فالبوزيشننج مهم جدا. عند الساتوريشن بتاعه هيتحسن مع القعده، لما هينام او هيلاي فلات لا، الديبندنسي ده الفلو في الجلان. فيلنج بريشر مهم جدا، وطول ما انا بملى ام تراينج تو كيب المين بريشر اون 17 17 18 ارقام 20 دي بتخض، رقم 20 لنفسه التو ديجيت بتاعت 20 دي بتخض في عين الجلين. وابدا ادور على السبب، يعني ما فيش حاجه اسمها انا عملت الجلين والبريشر طلع 20 والعين الساتوريشن بتاعه ماشي حلو دلوقتي فام فاين، لا في سبب بقى. تفر بقى اوبستراكشن في الاستموزس، الجلين البالمونري بريشر عالي، دي حاجات لازم تتحل قبل ما اخرج من اوضه العمليات. ممكن تبقى عندي اي حاجه مسد العينين دول، طبعا ممكن يبقى عندهم كولاترالز وعنده سيستميك تو بالمونري فلو مع ليلو جلان بريشر. ممكن يبقى عنده ريمننت تو فورورد فلو ثرو البالمونري ودي اللي معليه له الجلان بريشر، احتاج اعمل باندنج ايفن، حتى ممكن اعمل توتال ديسكونكشن للبالمونري. تمام؟ وانا بعمل ايه؟ جوه العمليات ام تراينج تو نفس الكلام عشان احسن الفلو ريديوس الفنتلاتري بارامترز اللي بتزود البالمونري فاسكولار ريزيستنس، مينيمال اور نو بيب، لو تايدال فوليوم والاف اي او 2، بوست اوبرتيف
شوية as much as we can العيان ده يتفس وده حتى العيان ده ممكن نرسلها الترابيزة. تمام؟ الاوبشن الثاني بتاع الاورتو بالمونري او السيستمك تو بالمونري فلو بيركوتينيوس ده بقى لايف تايم ديبوت بقى شحيته ولا حيته بيركوتينيوس بي دي استنتين ولا بي دي ليشن ولا ام دي تيشن للاسف السلايد بتقول شحيته في دي اس تانتين والصراحة معهم في النغاية وبالذات في الامرجنسي كيسز احنا بنعمل البي دي اس تانتين بالذات مش هقول الشنطة كمان في العيانين اللي هم ضغط دفاندنت موصلي يعني الصراحة في الاثنين الامرجنسي كيسز بتاعت البي دي اس تانتين والبي تي شنط ممكن تكون الكلام ده مش مكتوب في السلايد دي ولكن في الامرجنسي البي دي اس تانت هتكسب الشنط الامرجنسي شنط الاوتكم بتاعها سيئ ولازم نبقى عارفين حاجه ان البي دي اس تانت هي مورفوسيولوجيكال اكتر بكتير الفلو في البي دي الفلو في البي تي شنط الادجستمنت بتاع الفلو دي حاجه مأساويه والفلو طبعا البي تي شنط دي يعني one of the simplest procedure the extra cardiac اصلا one of the simplest procedure for cardiac surgery it's a nightmare stuck في العمليات stuck في ICU يعني the systolic runoff ده حاجة عنيفة ولو احنا نفتكر الاكويشن بتاعة الشنط فلو هو الملي بيفرق يعني من 3 ل 4 انا اخترت شنط من 3 ل 4 دي الملي ده في الريديوس هيزود الفلو مش واحد بقى مش انا زودت واحد انا لو كنت 3 9 لا 4 16 حاجة عنيفة وده هيدخلنا في الموضوع اللي بعد كده الاوفر شنط والاندر شنط ليه بتاعت الاوفر شنط مش بقى ماشي حالا الاوفر شنط والاندر شنط ما انا عملت الشنط والسيركوليشن 80 حلو حلو 85 هو كده في قلق 86 87 لا كده في قلق العين الساتوريشن بتاعه بيتحسن حاجه حلوه بيتحسن يعني هو الساتوريشن بيتحسن هرمون الفلو بيتحسن طب تو وات اكستنت ساتوريشن 90 كده في حاجه غلط انا هبدا اشوف الاوفر شنتنج هو كلينيكال دايجنوزس الاوفر شنتنج ده كلينيكال دايجنوزس بسحب اي بي جي انا شايف ساتوريشن 90 على المونتر بسحب اي بي جي بقيت ساتوريشن 92 بس اللاكتيت بقى 4 اللاكتيت كان 1.5 اللاكتيت بقى 4 ابص على الاي سي جي اس تي اليفيشن مش ديبريشن اصل اللي بيتملي في الدايستول اكتر اورجان ديبندنت في البرفيوجن بتاعه على الدايستوليك بريشر كرونس بقى في ST elevation القلب في الفيل بدأ لونه يغير saturation 100 يعني saturation بلاش 100 saturation 90 بس القلب لونه مغير والبريشر بينزل بولس بريشر فيري واي الضغط 70 25 ودي ارقام بنشوفها حقيقه لا كده في اوفر شوت دون اوتبوت مفيش اكتيف بيعلى saturation بيزيد ECG changes the overshunt ده overshunt I need to revise the shunt والsaturation even حتى انت ممكن تلاقي العيان clinically بيورسن الحاجة الوحيدة اللي بتتحسن فيه saturation بعمل ايه؟ تاني نفس الكلام انا بتشك في forward flow of pulmonary ولا لا يعني في other sources لل pulmonary flow ليه للشنطة اللي انا عاملها دي ولا لا مفيش لو في بقفل يبقى حتى الفورورد فلو ده زي ما قلنا لا بقفل مفيش لا انا محتاج ريفايز الشنط مقاس طب انا يعني مفيش المقاس اللي هو يعني خلاص انا 3 الواد يا دوبك 2 كيلو ونص حاول تضايق الشنط حاول تضايق الشنط مش هقرر بس هضايق الشنط
الناحية التانية الأندر شونتنج. الأندر شونتنج ده أنا كنت يعني خلاص أنا خدت غرز وفكيت الكلابات وحطيت الشنط، العين الساتوريشن بتاعه 80 85 أي حلو جدا، العين ده حلو جدا، البريشر بتاعه خلينا نقول مثلا 75 45 مش اوفر شنطنج ولا حاجة، ف الساتوريشن بتاعي 80 100. فجأة العيان الساتوريشن بتاعه بقى 80 79 75، نفس الكلام البريشر بينزل بس البولس بريشر ما في نقطة فارقة بينه، البولس بريشر ثابت بس الضغط بينزل. أبدأ أفكر فيه هو الشنط الفلو عليها مش قد كده، طب أنا أول حاجة هفكر فيها لما الشنط يبقى الفلو عليها مش قد كده ليه؟ مش شنطة بالذات لو شنطة صغيرة، فأول حاجة هتعملها أول حاجة you should revise الشنط. revise الشنط patency، إحنا عندنا في العمليات بما إن دي محاضرة بين أنا ممكن أسمع الشنط من عندي من الأنبوبة، الشنط لازم المرمر فيها أو الفلو فيها ماشينري أو سيستوليك وديستوليك، لأن أقول فلو لازم أتكلم عن سيستميك فلو، لازم السيستميك بريشرز أعلى من البلمونري بريشر سيستول وديستول، فلازم أسمع الشنط من ممكن أسمع الشنط من الأنبوبة، وبالذات لو الشنطة صغيرة فالفيلوستي عليها هتبقى اعلى والبريشر جريدينت هيبقى اعلى. اسمع الشنط، انا يعني مش سامع يعني الكلينيكال سنس اللي عندي مش قد كده، اعمل ايكو واحس الفلو عليها، راح احس الفلو عليها واعمل الكارديال ايكو. يبقى في قصه الاندر شنطنج دي يعني مش تهريج زي الثانيه، ممكن الشنط تكون انكفت اكسكلوجن، اول حاجه تعملها اكسكلوجن من الشنط بيتنت، لازم الشنط تبقى بيتنت او خلاص الشنط بيتنت، لكن الشنطنج عليها قليل والشنط الفلو عليها ديبندنت على البريشر جريدينت ما بين السيستمك والبلمونري. لو انا هعمل نفس اللعبه اللي كنت بعملها في الفلو، انا هبدا اعلي السيستمك بريشر او السيستمك فاسكولار ريزيستنس ان فيس اوف البلمونري فاسكولار ريزيستنس اللي انا هحاول اعليها على السيستمك بريشر بازو بس ادرينالين فينايل افرين وات ايفر ايه، اعلي السيستمك بريشر وريفايز تاني على السيستمك بريشر، يعني البريشر بيعلى والساتوريشن بيزيد خالص انا على التراك الصح، البريشر بيعلى والسيستمك والفلو في الشنط ما بيزيدش، ريفايز تاني من الشنط بيت، ريفايز تاني من الشنط على السيستمك بريشر، السيستمك بريشر عالي والساتوريشن ما بيعليش، ندور بقى على الناحيه الثانيه البلمونري فيه ايه، ما تعليش الاثنين مع بعض عشان ممكن توفر شنط، يعني العب واحده تعليش الاثنين مع بعض عشان ممكن توفر شوت، هنا ممكن تعدي الساتوريشن اب تو 7 اللي فايو 2 اب تو 75، اكتر من كده هو انت لازم تمامك بعد ما العيان هيتفصل هيبقى عامل ازاي، لا هو انت لو 75 والساتوريشن ما بيعليش الشنط شغاله وكل حاجه يبقى مقاس الشنط ده مش هفوق، لازم تتغير عكس هناك انا كنت بقول ان ده الشنط ومش عارف ايه، لا الشنط ده مقاسها كده مش هفوق، لو الاف واي او 2 up to 75 زود قلل البامبو من الوسط للريزيستنس مانتريك اوكسيد بس احنا مش عندنا if all other fail الشنطه دي مثلا شغاله محتاجه تبقى